السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من لجنة التربية النيابية. لجنة التربية النيابية تخاطب الوزارة الرسمية لإعادة العمل بنظام تكييف المناهج. رئيسة لجنة التربية النيابية وفي تصريح لجريدة الصباح النائبة زيتون الدليمي تؤكد بأن لجنة التربية النيابية تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة التربية لتكييف المناهج الدراسية لكون الوضع في البلاد ما زال غير مستقر. طبعا مطالبات من لجنة التربية النيابية إلى وزارة التربية حتى يعيدون لإعادة العمل بنظام تكييف المناهج، يعني حتى يعيدون التقليصات والتكييفات، لكن ننتظر القرار بيد وزارة التربية. بعدها مجرد مطالبات من لجنة التربية النيابية تقولهم الوضع في البلاد ما زال غير مستقر، فننتظر القرار بيد وزارة التربية إن شاء الله توافق على تكييف المناهج، يعني ترجع التقليص والتكييفات إن شاء الله، بس ينزل خبر رأسا ننزله لكم.